خلونا دلوقتي نروح نصبح على منا وكمان نعرف منها اخبار الطقس واسعار العملات وكمان احوال المرور في الشوارع واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير عليك يا صباح الخير يا منا. جو النهارده حر شويه، خلينا نعرف التفاصيل بعد شويه. اتفضل. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي موجودين وبيشوفونا في كل مكان واللي لسه ما نزلوش وعايزين يعرفوا اخبار المرور. هنستعرض مع بعض دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة من كوبري 15 مايو. احنا شايفين سيولة مرورية نسبية. هنبص على الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير وكمان بعض الكثافات للي مكمل للمعادي وحلوان. لو بصينا على مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقيه مغلق طبعا زي ما احنا عارفين لمدة 3 شهور بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الطريق الصاعد للمناطق المقطم بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا، وده طبعا لمدة تنتهي منتصف أغسطس اللي جاي. تعالوا نبص مع بعض في اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس. احنا شايفين كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر ولغاية نزلة غمرة والعباسية. أما المتجه لشارع بورسعيد والشرابية وحدايا القبة هيلاقي هناك عند الأميرية، والعكس هيلاقي كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي. اللي على الطريق الدائري طبعا لازم ياخدوا بالهم عند الكثافات اللي موجودة بطبيعة الحال زي ما احنا متعودين كل يوم في مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص ولغاية نزلة الطريق الزراعي. نشوف بقى الجيزة ونستكمل جولتنا هناك. احنا عارفين ان في كثافات مرورية بتزيد مع ميعاد دخول ساعات الذروة الصباحية، وفي تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات اللي هنشوفه مع بعض عند شارع السودان بالجيزة. هنشوف مكان أو كوبري بيربط بين محور الفريق كمال عامر، محور الزمر سابقا، ومحور صفت اللبن وشارع السودان، وده طبعا هيستلزم غلق شارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه اسفل كوبري ثروت، وتحديدا الجهه المقابله لمقر الهيئه العامه للنظافه والتجميل. طبعا احنا عارفين انه تم وضع اشارات مروريه مطلوبه في المنطقه دي للتحذير. نبتدي بقى مع بعض من محور 26 يوليو هنلاقي كثافات مروريه للمتجه لميدان لبنان، بتقل الكثافات دي عند نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو. لو بصينا على محور صفت هنلاقي كثافه مروريه. لو رحنا بقى شارع الهرم هنلاقي فيه طبعا الكثافات ابتدت تظهر وهتزيد مع موعد الذروه بمنطقه مشعل، ومن شارع العشرين ولغايه الطلبيه هنلاقي كثافات عاليه للمتجه لكوبري الجيزة ولغاية شارع فيصل في منطقة الطوابق ولغاية شارع العشرين. هنلاقي كمان كثافات بتظهر بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وهنلاقي تحويلات بسبب إنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وده هيستلزم غلق كلي لطريق البراجيل وحركة المرور تحديدا في الاتجاه اللي جاي من أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي، وده لمسافة حوالي 600 متر. هنلاقي الأعمال اللي هناك بيجرى الانتهاء منها قريبا إن شاء الله، تم إجراء تحويلات مرورية لحركة سير المركبات القادمة من مناطق أسيم وأسفل الطريق الدائري وطبعا لاتجاه كوبري المطار. خلينا نبص على محور أحمد عرابي والدخول للاتجاه الآخر القادم من كوبري المطار ومحور أحمد عرابي قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتح الدخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر لاتجاهين لحركة المرور. هنلاقي انسيابية في المنطقة دي بعد لما نعدي هذا الغلق. خلينا نتحول بقى لمحافظة الإسماعيلية واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي. هنلاقي سيولة مرورية كبيرة في الطريق بتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة للمتجه من خلال الطريق الزراعي، سواء في طريق الإسماعيلية أو منطقة مستورد هنلاقي سيولة مرورية. لو دخلنا بقى جوه المدينة وشوارع الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة خصوصا على الطريق الدائري حوالي مدينة الإسماعيلية، وطريق عثمان أحمد عثمان احنا شايفينه بيوصل من الجامعة للإستاد ومجمع المحاكم برضو هنلاقي فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر على حركة الطريق. لو بصينا للاتجاه اللي رايح لبورسعيد هنلاقي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد.
نتحول بقى من منطقة القناة لجنوب الصعيد ونكمل مع محافظة سوهاج، وهنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج. الطريق عندها طبعا هيشهد كثافات مرورية نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض واللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش، هنلاقي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه كثافات نسبية. هنلاقي كمان كثافات مرورية عند المستشفى العام، وهنلاقي عند شارع التحرير ومجمع المحاكم. أما طريق الحواويش نفسه الرئيسي بنلاقي فيه سيولة نسبية، أما طريق المنشية وطريق أخميم جرجة بيشهد أيضا سيولة مرورية في الاتجاهين للقادم لمدينة سوهاج أو العكس. ولو بصينا على أخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي فيه سيولة مرورية. احنا كده نبقى عملنا استعراض مبدئي لكتير من محافظاتنا. خلينا بقى نتحول لأسعار عملات وأسعار الصرف، ودلوقتي نتابع مع بعض متوسط أسعار الصرف الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 46 قرش للشراء، 18 جنيه 54 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 75 قرش للشراء، 19 جنيه 85 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23 جنيه و3 قروش للشراء، 23 جنيه و14 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 12 قرش للشراء و19 جنيه 22 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 77 قرش للشراء، 2 جنيه 78 قرش للبيع. ريال سعودي 4 جنيه 92 قرش للشراء، 4 جنيه 94 قرش للبيع. الدينار الكويتي 60 جنيه 30 قرش للشراء، 60 جنيه 66 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 5 جنيه وقرشين للشراء، 5 جنيه و5 قروش للبيع. خلينا كمان نستعرض معاكم أسعار الذهب سجلت كام. نبتدي مع بعض بالجرام عيار 18 سجل 908 جنيه، الجرام عيار 21 سجل 1060 جنيه، العيار 24 1211 جنيه للجرام، أما الجنيه الذهب 8480 جنيه. كده مشاهدينا استعرضنا مع حضراتكم جولة سريعة في أسعار العملات. خلينا بقى نشوف أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وفي ارتفاع في درجات الحرارة، وهيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 39 درجة، والأقل هتكون في مطروح 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.